نذهب إلى المفرق، وبعد مرور عامين على افتتاحه لا زال الأمل بوجود مجمع المفرق الجديد أن يقدم خدماته للمواطنين والمواطنات والركاب والسائقين، ولكن لا زال هناك نقص واضح بالخدمات من حيث المظليات، حماية الركاب، حالة الطقس، المسافات أيضا البعيدة، ووضع كبار السن، والتعامل مع توفير خدمات أسهل على الجميع لتفعيل هذه الخدمة بعد مرور سنتين على افتتاح مجمع المفرق الجديد. ينضم لنا عبر أكيد مباشرة أستاذة همسة العموش، عضو مجلس محافظة المفرق. مساء الخير أستاذة همسة، يعطيكي ألف عافية. وينضم لنا عبد الله البدرين، الناطق الرسمي باسم أصحاب الباصات عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الله. رح نروح معكم لتقرير ونعود لمتابعة هذا الملف، نتابع. عامان على تشغيل مجمع المفرق الجديد، إلا أنه ما زال يفتقر إلى تقديم الخدمات للركاب والسائقين، فغياب المحال التجارية وبعد المسافة عن كبار السن وعدم وجود المظلات التي تقي جالسيها من حر الصيف وأمطار فصل الشتاء، كلها عقبات تقف أمام توجه المواطنين إليه. حتى السوق بعيد عن الموقف وتعبت، قعدت لي 3 مشاوير وأنا قاعد على الطريق، وشفى الوضع وشلون شكله. والله ملاحظاتي كوني في المجمع، يعني المظلة الموجودة خلفي أنا قاعدة في الشمس، يعني وهي المظلة جاي تقريبا الظل جهة الشارع، في المقابل إنه يعني الواحد يقعد وقت طويل يستنى، ما في ظل اللي يظله، ما في مكان مغطى اللي يحميه، لا إذا كان مثلا زي هيك أيام حر ولا في أيام مثلا لبرد. يرى سائقو الباصات الذين يصطفون خارج المجمع لانتظار الركاب أنه يمكن تحويل المجمع الجديد إلى حديقة عامة أو سوق مركزي للخضار وإعادتهم إلى المجمع القديم بعد عملية تأهيله. المجمع الآن عدم تشغيل السوق التجاري من مرة، بعد المجمع عن السوق الرئيسي، خلو المجمع القديم من أي مظلات، المجمع الجديد الآن مظلات غير كاملة على المظلات الرئيسية على موقف الباصات. الملاحظات زي ما انت شايف بالنسبة للمجمع، أول شيء الموقع مو صح، يعني بعيد عن المواطنين، يعني يجي ناس كبار له ماخذ تاكسي ولا هو ماشي مشي، ما يقدر يمشي، ومع ذلك ما يقدر ياخذ تاكسي لأنه المسافة تقدر تقول يعني ما تحتاج أنه ياخذ تاكسي، فينجبر إجباري أنه يمشي لعند الباص، ولا في سيارات خصوصي يعني اللي ياخذوا ليرتين واللي ياخذوا 3 على اربد او على المفرق او على الزرقاء نفس الشيء، يعني عرفت، يعني يجبر اجبار نقله المجمع اجبرت الناس انها تطلع بالتاكسي الخصوصي وترك الباص والباصات زي ما انت شايف. ما بين غياب الخدمات وبعد المسافه ينتظر الركاب والسائقون بارقه امل تعيد الحياه الى ما كانت عليه في السابق. يعني الهدف من مجمع الباصات توفير خدمة النقل، ولكن المجمع بده خدمة نقل بحد ذاته، بس خلينا نعرف التفصيل ونفهم أكثر. أستاذة همسة العموش، عضو مجلس محافظة المفرق، مساء الخير أستاذة همسة. يعني اليوم لما نتحدث عن المجمع الجديد، ويضح أنه كان في مطلب بوجود مجمع جديد ومؤهل، في إشكاليات، حاولنا نتواصل مع البلدية للأسف ما في جواب لهلأ، بس من حضرتك عضو مجلس محافظة اليوم، ما هي الاحتياجات الموجودة في هذا الموقع وكيف ممكن يصير فعلا عم بيقدر يحقق الغاية المرجوة منه؟ يسعد مساكي روان ولضيفك الكريم، يعطيك العافية. بالنسبة لمجمع المفرق الجديد هو تم تشغيله من سنتين بقيمة 4 مليون وكان بمنحة خليجية، ولكن للأسف هذا المجمع ما كان يفي بالغرض. بداية هو غير مؤهل، بعيد عن أقرب محطة للسوق بحدود 600 متر، مما يجعل المواطنين يحتاجوا لتكاسي لحتى يوصلوا لهذا المجمع، ولا يتوفر فيه أي خدمات أقلها سوبر ماركت، أي خدمة ممكن إنها نقدمها للمواطنين. وردنا مشاكل كثيرة من هذا المجمع وشكاوي من المواطنين لأنه لا يفي بالغرض. بالنسبة للمظلات، المظلات بمكان والشمس بمكان والظل بمكان، المجمع غير مؤهل لحتى يكون مجمع يفي بالغرض للمواطنين. نعم، احنا بنتمنى بانه يكون في حلقة تواصل مع البلدية لحتى انه نعيد المجمع القديم
وهذا المجمع ممكن نستخدمه بحديقة عامة لمحافظة المفرع، كونها لا يوجد فيها أي حديقة عامة. يعني كمجلس محافظة أستاذة همزة، ممكن نعم ذكرت أنه في منحة كانت بقيمة 4 مليون، 4 مليون تم إنفاقها بالكامل على الوضع الحالي، وإذا قررنا العودة إلى المجمع القديم لقربه، مين بده يدفع حق الحديقة كمان؟ مجلس المحافظة فيه مخصصات لتحويله إلى حديقة أو خدمات أخرى؟ يعني هذا الاقتراح عم بيتم نقاشه بناء على مطالب المواطنين، ولا هذه مطالب مجلس المحافظة اليوم بالنقاش مع البلدية؟ هلا أكيد إحنا سمعنا مطالب المواطنين، وبناء على خدمة المواطنين بتوقع ما رح يكون في أي إشكالية بالتعاون ما بين مجلس المحافظة والبلدية، لأنه أصلاً إحنا في تشاركية ما بين مجلس المحافظة والبلدية، وإذا كان في تعاون وحلقة وصل بأنه نعيد المجمع القديم ونعيد تأهيله وترميمه وتصميم مظلات وخدمة للمواطنين أفضل، والعمل على تشاركية ما بين مجلس المحافظة والبلدية لعمل حديقة عامة، فما رح يكون في اي اشكال. يعني رح نتابع معك استاذه همسه، خليكي معنا بعد اذنك. مثل المواطنين نعم، يعني احنا كمان عم نحاول موضوع التعاون، نحاول نتواصل مع البلديه، وبحب كنا نسمع جواب كمان من بلديه المفرق. يعني حاولنا فريق الاعداد بشكل مكثف انه نقدر نوصل اليوم لجواب لحاله مجمع المفرق الجديد، ولكن للاسف ما في استجابه. بنتمنى تكون معنا بلديه المفرق يعني على الهواء ايضا نحكي بالموضوع. بس بدي احكي مع استاذ عبد الله البدلي الناطق الرسمي باسم اصحاب الباصات. استاذ عبد الله مساء الخير. مساء النور إليك وللمستمعين. أعطينا الوضع بالمجمع القديم، ضلينا بدنا بالقديم، طلبنا بمجمع جديد، إجا المجمع الجديد عم نطالب نرجع بالمجمع القديم. شو اللي عم بيصير كمقدمي خدمة؟ شو الأشياء اللي ناقصة؟ وما هو حال المواطنين اللي واضح أنهم بدهم مواصلات حتى يوصلوا مجمع المواصلات؟ يا ستي شكرا لك وشكرا للمعدين لهذه الحلقة الطيبة. تفضل. المفرق كما تعلمي كباقي محافظات المملكة الأردنية الهاشمية حصلت طفرة ديموغرافية للركاب، فلا بد من التطوير ولا بد من التوسيع. فللأسف الشديد أنه انفردت وزارة النقل باختيار المكان والتصميم. ما كان في استشارة لكم أصحاب المصلحة؟ لا لا لا، هي هاي الأرض اللي كانت متوفرة عمل عليها المشروع؟ هذه ولا هي متوفرة، هاي اشتغلوا وزارة النقل مع القوات المسلحة، استبدلوا قطعة 9 دولمات بقطعة 30 دولم. احنا ما شفنا الا الجرافات نازلة، سألنا شو الموضوع قالوا في مجمع. اطلعت انا شخصيا حكم شغلي على المخططات، لقيت فيها غلط. الغلط الاول انه عاملين السوق كأنه احنا ببريطانيا، ثلج وشغلة، سوق داخلي. يعني مو غلط، ليه لا خلينا نعمل سوق زي بريطانيا، مش غلط. لا لا لا، شو المشكله بالسوق في شكله الحالي؟ اسمعيني احنا بلد يعني خلينا نحكي صحراوي. عرفتي حبذا لو عملوا الاكشاك على دائره المجمع كان حلت المشكله. الان انتوا هلا المشكله انه ما حدا عم بياخذ محلات بتحتاج لتكييف خدمات، ليه ما في محال تجاريه؟ ولا حدا ولا راح ياخذ. ليه؟ لانه مش مبين المحل. مش مبين الآن صار المجمع كويس؟ أوكي. بدنا الوضع الحالي والمطالب الحالية للإشكاليات الحالية. اسمعيني لو سمحتي، عملوا لنا المظلات الصغيرة. أنا رئيس ائتلاف حافلات. هاي الحافلة اللي بتوقف بجنب الصغير، بجنب المظلة الصغيرة وهي طالعة راح تضرب في الباص. استدعيت لوزارة النقل واستجابت. هاي اللي أنت شايفيته أمامك. هذا عملوه. مفهوم نعم. الوضع اللي انت شايفيته، وعملنا له كمان طاقة شمسية من فوق. والآن المشكلة شو هي؟ المشكلة خير بالمجمع، المجمع مش بال 2001، المجمع كان جاهز للتسليم بال 2018. أحجمت عنه البلدية، رئيس البلدية الأسبق قال ما بيستلمه. ليه؟ ما بقول لك مكانه غلط، هو للامانه هلا البلديه قالت اول مره تحفظت، بعدين صاروا مضطرين يستلموا المشروع، استلموه من سنتين. شو صار من سنتين؟ الخدمات تقدم ولا لا تقدم؟ شو صار من سنتين؟ الان ازازه ميه ما تقدر تشتريها بالمجمع، ما في محلات. هذا المجمع يخدم المنطقه الشرقيه، خلينا نحكي الصحراء الباديه الشماليه الشرقيه. معظم المرتادين خصوصا في اواخر الشهر كبار السن والختياريه بيجوا على البنوك.
هذا حتى ينزل من الباص حتى يوصل المجمع بده يقعد 5 مرات على الطريق، عرفتي؟ فالمكان مش مناسب. هم حكوا 600 متر، يعني هل قد المسافة تعتبر بعيدة؟ هي لا، هي مش 300 متر، هي اللي بدك تيجي للصحيح 50 متر بين القديم والجديد. اها طيب، بس اختلاف المعنيين في الشأن النقل بالأردن بالمفرق عمل الفوضى. هاي الباصات اللي انت شايفتها هاي ممنوع توقف هون، لازم توقف بالمجمع ورا البنايه. طيب وليش عم بيوقفوا في موقع ثاني؟ عدم الرقابه. اها واحد الهيئه مرخيه بتة. لا هلا بدنا نشوف احنا، يعني في اشكاليه بآلية، يعني اليوم احنا عم نحكي عن انه الدور ما فيش انتظام، ما في محل، الناس ما عم تستثمر، البلدية عندها الإشكالية، وين القصة؟ القصة تنظيمية بين البلدية وبين قسم السير والمحافظة. اها طب خلينا لكان نروح عند أستاذة همسة ما دام في مجلس المحافظة. لو في تجديد اسمعين، لو في تجديد الآن احنا نعم احنا بالباصات مش آمنين على باصاتنا بالليل لأنه صار في سرقات. تخيلي مكيفات في الجامع 3 مرات. أنتوا الباصات بتصفوها بقلب المجمع ولا السائقين بيروحوها معهم بيجوا الصبح؟ لا ممنوع، نحن بتصفوا في المجمع، المفروض يكون مؤمن وكاميرات وحماية. إحنا بين المحافظات، بيقولوا إنه في كاميرات، ما شفنا كاميرات. والآن كل محافظات المملكة في لها كاميرا في الرئيسية في الهيئة بعمان ما عدا المفرق. نعم رح نرجع إلى عندك أستاذ عبد الله. أستاذ همس نعم، يا أختي عدم التنسيق. ما هون بدنا نرجع عند أستاذ همسة العموش عضو مجلس محافظة المفرق. أستاذ همسة، يعني واضح إنه في جزء العلاقة بالتنظيم والرقابة، يعني قد يكون فعلا الموقع بعيد ولكن أكيد تقديم الخدمات بحتاج بقرار إنه تتوفر هذه الخدمات. الإشكالية عم بتكون وين؟ البلدية ما عم تستجيب لمطالب مجالس المحافظة، البلدية عندها هذا الملف متأخر، موضوع الرقابة يحتاج إلى فرق غير متوفرة. كمجلس محافظة وين عم بيكون دوركم بهذا السياق؟ هذا الموضوع بيعود للمحافظة نفسها، يعني رح يكون الموضوع بالمحافظة. إحنا كمجلس محافظة لا مركزية، إحنا بنعمل على إقرار الموازنات الخطط الاستراتيجية فقط، ولكن ممكن نساعد لخدمة المواطنين. يعني إذا شفنا في إشكال هيك ممكن إحنا نتدخل ونساعد فيه لراحة المواطنين ولخدمة المواطنين. يعني إذا قررت البلدية ترجع، إحنا كمجلس محافظة نعم، إذا قررت البلدية ترجع المجمع القديم ممكن توفر مخصصات، ممكن توفر مخصصات في حال إنه يعني قرر الاستثمار في الموقع. ممكن نعم نساعدهم به. نعم يعني إحنا وردتنا الشكاوي من المواطنين إنه الباصات يعني عم بتصف خارج المجمع، وكبار السن عم بيواجهوا مشكلة، ما في أدنى خدمة ممكن إنه لست كبيرة أو رجل كبير بالعمر إنه يلاقي أدنى الخدمات الموجودة بالمجمع. فهي في مشكلة واضحة ومن يعني من الضروري الإسراع في حلها. هلا فعليا الموقع يعتبر إنه يعني إذا كان في محال موجودة وتجارية ما بيجي كمان عندكم ضمن ملفات تشجيع الاستثمار أو تحسين الدخل التنموي للمنطقة؟ هو أكيد يعني إحنا في من موازنة مجلس المحافظة 40% تنمية، ممكن إذا تحول الملف لأنه إحنا بدنا نعمل فيه تنمية ممكن كمجلس محافظة يشارك فيه بالتعاون مع البلدية وبالشراكة مع البلدية. شكرا لتعاونك أستاذة همسة العموش عضو مجلس محافظة المفرق، وبنتمنى كمان تكون القنوات مفتوحة مع البلدية لأنه إحنا يعني واضح القنوات مش كتير لهلأ قادرين نوصل لجواب، بما إنه موضوع فيه جزء منه رقابي وجزء منه كمان دور للبلدية. أستاذ عبد الله بدي أختم مع حضرتك، بدنا المطالب بشكل واضح لأنه يعني في خدمات ما في خدمات، في باصات ما في رقابة، المجمع السابق مش كتير بعيد ولكن لا زالوا الناس منحازين لإله. أبرز المطالب اللي ممكن يتم تنفيذها وتغير الواقع بدقيقة لو سمحت. المطالب يا ستي، أول شيء تفعيل المجمع بشكل صحيح. تقديم خدمات من ماء وكهرباء داخل المجمع. نعم يعني الآن بده واحد يعمل كشك مشان يبيع مية باردة ما بيلاقي كهرباء، وممنوع كمان. اثنين، أمنيا حماية المجمع من السيارات الخصوصية، تفرج هاي السيارات جوا طالعة رايحة وبيجوا على الباصات يركبوا بالباص ويقولوا يا أخي والله الباص مطول، شو رأيكم نطلع بتاكسي؟ هو صاحب التاكسي ينزل 3 4 ويطلع فيهم على عمان والزرقاء.
احنا الان بلا عمل، عرفتي الحافلات احنا بعد عطله الجامعه بلا عمل نتيجه السيارات الخاصه، والغلطه من الاخوان في السير. كيف من نشتكي للسير نقول يا عمي حمولنا من الخصوص، نقول عفوا احنا لنا خارج المجمع ولا داخل المجمع بنفوت، هيك فرج التاكسي وين واقفه، هذا بنادي على الخصوص يا عمي هيو انا ما شفته حمل بس شايفه واقف، اطلع يا تاكسي، بطلع التاكسي. الان على دوائر المجمع هنالك سيارات خاصه، يعني الموضوع صار في عندنا التشغيل، موضوع الرقابه، موضوع انه فعليا 4 ملايين لماذا المجمع بدون مية وبدون كهرباء. رح نتابع هذا الملف مع البلدية، رح نحاول، رح نضلنا احنا مستمرين محاولاتنا. استاذ عبدالله البدرين الناطق الرسمي سمس حاول بصاد، بدي اشكرك، رح نحاول نتواصل لبلدية المفرق وعم نحاول ان نوصل لإجابة، ولكن حتى الآن ما في رد، والمساحة دائما مفتوحة للجميع، في من هنا نبدأ للاستجابة للردود وأيضا لتوضيح آلية الاستجابة وتنفيذ الوعود التنموية والإصلاحية في المواقع المختلفة للملفات اللي عم تيجي عليها قضايا.